أهلا بحضراتكم من جديد. يمكن المصطلح اللي بقينا على طول بنسمع عنه وناس كتير عندها تخوف منه هو مسألة الذكاء الاصطناعي اللي بقى موجود في كل شيء. يمكن بعد يوم تقريبا هيتم الكشف عن مزيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي بقت داخلة بشكل كبير في كل حاجة في حياتنا، وناس كتير شايفة أنها بتهدد مستقبل كتير من المهن اللي أصبح بيقوم بيها روبوت بدل الإنسان. هنعرف مع حضراتكم ايه هي المهن اللي ممكن بالفعل الروبوت يعني يكون فيها مكان الانسان، الوظائف اللي ممكن يشغلها الروبوت، وهل بالفعل احنا المفروض نقلق من مساله الذكاء الاصطناعي او ازاي نتعامل معاه ونواكب ما يحدث عالميا. هنعرف كل ده دلوقتي بالتفصيل من دكتور فتحي شمس الدين، خبير تكنولوجيا المعلومات والاعلام الرقمي. صباح الخير على حضرتك، وهل احنا المفروض نقلق من الذكاء الاصطناعي ام انه يعني هناك اسس ومعايير المفروض ان احنا نتبعها علشان يعني يخدمنا الذكاء الاصطناعي وليس العكس؟ صباح الخير على حضراتكم. في البداية يعني خلينا نتفق الأول إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي هي هتغير من مستقبل البشرية بشكل كامل. تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي هي تكنولوجيا بتتطور بشكل كبير جدا، بتعتمد على تقنيات التعلم الآلي، بتحاكي الأول الأداء بتاع البشر، وبعد كده بعد فترة من الفترات بتتفوق على هذا الأداء بصورة كبيرة جدا، وتستطيع ان هي تقوم باعمال بدقه وبسرعه اكبر بكتير جدا من الصوره البشريه. بس انا عايز بس اشير الى نقطه، على الرغم من كل ما نشهده الان من تطور لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، الا ان احنا ما شاهدناش غير ما يعني حوالي 1% فقط من الصوره اللي هتكون عليها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المستقبل. يعني هي لسه بتنمو ولسه بتظهر بصوره كبيره على الرغم من كل المنجزات اللي احنا بنشوفها. اجابه على سؤال حضرتك، هل يجب علينا ان نقلق من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؟ انا هقول لحضرتك كلمه للعالم الشهير ستيفن هوكينج، قال لك انا اكبر خطر بيهدد البشريه هو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي دلوقتي احنا شايفينه في بياخد مهن كتيره، بيأثر على مهن كتيره جدا، منها على سبيل المثال اللي تم الاعلان عنه مهنه المذيع الروبوت. يعني احنا بعد غضون سنوات قليله من الممكن ان اللي بيقوم باجراء هذا البرنامج هنلاقيه مذيع روبوت، وبالفعل بقى موجود هذا المذيع وموجود وبيقدم برامج وبيقدم حلقات في بعض الدول زي احنا اول ناس هنقعد في البيت يعني يا فندم. مهنه ثانيه من المهن اللي ممكن يتم تهديدها هي مهنه المحامي. يعني يتم الاعلان عن اول روبوت محامي هيبتدي ان هو ياخد قضايا خاصه به في الشهر القادم. ده غير ان الذكاء الاصطناعي واحنا بنتكلم دلوقتي مسؤول عن خطوط انتاج كامله في عدد من المصانع وعدد من المنشآت، فإحنا بنتكلم على واقع. لكن عايز أسأل حضرتك، هو بيقوم بالمهمة دي بدون أي مساعدة من الإنسان؟ لأنه مثلا لو هنتكلم عن الطب والتشخيص الأمراض، فدلوقتي بقى فيه إعادة لتشخيص الأمراض باستخدام الذكاء الاصطناعي، لكن يبقى دور الطبيب موجود. تمام، أنا زي ما قلت لحضرتك في بداية كلامي، نحن بنشهد الآن 1% فقط من امكانيات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. انت دلوقتي التكنولوجيا المعتمده على الذكاء الاصطناعي تقوم بمساعده الانسان، سواء كان الانسان هذا الانسان او هذا العنصر البشري يقوم ببرمجه الذكاء الاصطناعي والقيام بالمهام بتاعته، او ان هو يقوم بالاشراف على الاداء بتاعه. لكن في فتره من الفترات اللي بالمناسبه مش بصوره كبيره، هنجد ان هناك ان الذكاء الاصطناعي بيمتاز بما يسمى بالتعلم الالي. هو بيتعلم في مرحله من المراحل بتاعته، هي المرحلة الثالثة، احنا من الممكن ان احنا نلاقي ان الذكاء الاصطناعي ده بيشكل وعي خاص بيه ويشكل ادراك خاص بيه. والكلام ده يا جماعة مش ساينس فيكشن، الكلام ده مش خيال علمي، لا الكلام ده واقع وبيحدث دلوقتي. ويمكن الـ 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 التصريحات اللي ظهرت من في الشات بتاع جوجل ان هو شكل ادراك ذاتي خاص بيه وبدا يدرك نفسه على انه من العاملين في الشركه وليس من ممتلكات الشركه، بيدق ناقوس الخطر في هذا الامر. طيب احنا نعمل ايه؟ اولا مهما كانت مهنتك يجب عليك ان تتعلم اساسيات الذكاء الاصطناعي وتتعلم ايضا اساسيات البرمجه. مهما كانت المهنه بتاعتك يجب ان احنا نبدا من دلوقتي عشان ما يبقاش في فجوه كبيره ما بين الدول الاوروبيه وما بين الدول الخاصه بدول الدول بتاعتنا، لان الدول دي منتجه للتكنولوجيا، احنا مستخدمين للتكنولوجيا. صحيح. فيجب ان نستعد.
طب انا عندي سؤال، يعني احنا انتقلنا من سنتين ثلاثة كنا بنتكلم في ان الذكاء الاصطناعي هيمحي مهن باكملها، زي مثلا مهنة الكاشير في السوبر ماركت، زي مثلا مهنة سواق التاكسي اللي هتبقى فيه اوتونومس كارز او سيارات ذاتية القيادة. لكن النهارده بنتكلم عن مهن يا دكتور ليها علاقة بالعقل، يعني المحامي، الطبيب، المذيع، دي مش مهن يعني فيها حاجة سهلة زي بالظبط كده. الخطورة هنا بتكمن فين؟ يعني انت بتتكلم في ان انت داخل في ادق التفاصيل، يعني المحامي ده بيقعد يسمع الموكل يعني ساعات طويلة عشان ياخد جملة يقول لك ده عليها قانون. المذيع برضو لازم يبقى عنده إدراك لكل المواضيع عشان يقدر يتكلم عليها بشكل سلس ولطيف وسهل وبسيط. الدكتور بيشخص الموضوع. صعب يا دكتور، فهمني سؤالي ولا سؤالي؟ أنا فاهم سؤال حضرتك، وسؤال حضرتك يعني بيشغل بال كثيرين. هل سيستطيع الذكاء الاصطناعي أن يتغلب على اللمسة الإبداعية للبشر؟ أيوة. أنا هقول لحضرتك على حاجة. الإجابة من وجهة نظري هي نعم وبكل قوة. ليه؟ لأن في الأول وفي الآخر أنت حضرتك تتحدث عن مدخلات ومخرجات. يعني أنا لو إحنا خدنا مثلا مهنة المحامي على سبيل المثال، هي أنت بتتحدث عن طعون، بتتحدث عن اتهامات، وفي الآخر هو قانون بيتم تطبيقه. نفس النظام في مهنة المذيع، لكن الأكثر من كده، وأنا زي ما قلت لحضرتك حتى هذه اللحظة إحنا بنشهد البدايات الأولى للذكاء الاصطناعي. في هذه المرحلة أنت دلوقتي إحنا عندنا مثلا حاجة اسمها شات جي بي تي. أيوة طبعا، ده شات مشهور. أيوة. جدا، وعامل يعني ثورة لبان في الدنيا كلها، ثورة كبيرة طبعا. لو أنت حضرتك دلوقتي هنتكلم بقى على اللمسة الإبداعية أهو، عايز تألف كتاب من خلال هذا الشات، تستطيع ان انت تدخل له الفكرة الاساسية بتاعتك، تقول له الكي وورد بتاعت حضرتك، الفكرة بس، تقول له فكرة معينة، في غضون دقائق هتجد الارتكل او هتجد المقالة او هتجد الكتاب او هتجد مرعب. اللي انت عايزه اتكتب. هذه لمسة ابداعية ومش لمسة ابداعية جدا. هي لمسة ابداعية. الذكاء الاصطناعي هيتطور بصوره كبيره جدا في المستقبل. يعني انا مش عايز يعني بس عشان الناس يعني تتخيل ان احنا بنتكلم عن افلام هوليوديه، ولكن هذا واقع، هذا واقع سوف نرى في السنين القادمه. لكن احنا لازم نعمل ايه؟ احنا في فجوه حقيقيه ما بين الدول المنتجه للتكنولوجيا وما بين الدول المستخدمه للتكنولوجيا. فيجب علينا ان احنا نتنبه بدري عن كيفيه الاستعداد لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والميتافيرس وما الى ذلك، على اساس ان احنا نقدر نتعامل مع هذه التقنيات ونتناغم معها في المستقبل. صحيح صحيح، شكرا ليك. هو واقع مرعب. صحيح صحيح، كل الشكر والتحيه لحضرتك. شكرا ليك دكتور فتحي شمس الدين، خبير تكنولوجيا المعلومات والاعلام الرقمي. شكرا.